طيب ما هو انهي كود بقى؟ ما احنا عندنا ثلاثة اكسرسايز مختلفين، انهي واحد فيهم مش عايز يشتغل؟ عباد انا مش سامعك. بقى انا عند حضرتك ولا لا لسه. طيب انت ما قلتليش، انت ثانية عملت واحدة كده ثلاثة اكسرسايز ولا ده واحد فيهم بس اللي في واجهتك في مشكلة؟ أنا هنبدأ من الأول وأوري حضرتك واحدة واحدة يعني. ماشي جميل، وري حضرتي واحدة واحدة. ده أول واحد، ده تقريبا الأخير، آخر واحد. ده الأخير ريفرس. انترستنج. انا كتبت الكود طب وانا انا كويس، يعني انا شايف استنى بس، او في هو احسن. كلمة لينس دي جبتها منين؟ هو أصلا اسم ده الأخير اسمه روتيت ليفت 3. ده اللي فوق، فوق اللي انا شلت من عليه ماشي، الهاشتاج. ما هو ماشي، ما هو اللينس ده إيه بالظبط؟ ما أنا عايز أعرف اللينس دي. اللين ده اللي هو يعني عدد ال عدد أوكي الايتم. ماشي، بس هو ده اكسرسايز يعني، ولا ده انت عامله حاجه اه زياده ده يعني؟ موجود فيهم. متاكد؟ اه طب افتح كان كده، الاخير. افتح الاكسرسايز. لا الاخير، لا ده مش الاخير، الاخير اسمه روتيت ليفت، روتيت ليفت 3. فين بقى اللينس 3 ده؟ given an array of integer length 3. انت خدت المطلوب وحطيته كاسم طيب بس افتح كده عشان ما تغلطش الغلطة دي تاني. افتحه من على اللابتوب ويبقى، ولا خلينا على التليفون احسن ولا ايه؟ هو انت فاتح دلوقتي ده على التليفون ولا على اللابتوب؟ انا فتحت الاكسرسايز على التليفون بس بلاش على اللابتوب يعني، عشان لسه ما ماشي حلتش ماشي المشكله اللي جايز ماشي يقوم قافل ماشي مني معاك كده. ماشي 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 اوكي، خليك على التليفون. طيب دلوقتي انت، طيب بص اقول لك على حاجه، اقفل الشير عندك، خليني انا اشتغل من عندي. اوكي انا كنت يعني لو على اكتب يعني بقيه الحاجات انا كان ممكن اكتبها، بس هو لما يشتغل بس معايا الاول. لا لا، هي مش القصه كده. بص شايف ده تمام. اسم الميثود اللي انت لازم تلتزم بيه، جميل، عشان نعرف نميز حلك من بقيه الاكسرسايزز دي. حاجه تمام، انت فهمت الاول؟ ممكن تقول لي الاول انت فهمت ايه من المطلوب هنا؟ انت ان تدخله ده ويطلع ده لو اول. هو عدد الايتم 3 يعكسه، يعمل له ريفرس. لا روتيت ليفت مش عكس، بص كده، واحد اتنين تلاته بقت اتنين تلاته واحد، ده مش عكس. هو خد اتنين، الايتم الاولاني حطه في الاخر. ايوه صح، بس هو انا لما ماشي. ترجمتها جاب لي ان هو يعكس فعكس. ما هو هنا روتيت، روتيت يعني يلف، لو ترجمت روتيت هديك لف، مش عكس خالص، وهي واضحه اهي، يعني واضحه انها مش عكس، يعني هو ما حطش 3 2 1. تمام، ايوه طب قول لي بقى هتغير اللي انت عملته ده ازاي؟ ازاي نخليها ينفع ولا صعب؟ طيب بنفس الطريقة اللي أنا بعملها دي كده. لأ ماشي، قول لي بقى ايه الطريقة اللي ينفع بيها. اعمل شير تاني بعد اذنك.
الريفرس ماشي، مفهوم ان انت استخدمت فانكشن جاهزه عشان تعمل ريفرس. اوكي جميل. ايه بقى ال احنا كده عايزين نغير من هنا، هنشيل الريفرس دي كلها. بس ممكن نعمل ايه بقى؟ احنا لو عملنا ابند بيضيف في الاخر صح؟ لو عملنا ابند بيضيف في الاخر فعلا صح. ممكن نعمل ابند الاندكس 0 وبعدين نرجع نعمل له ديليت. هي ابند دي الطريقة الوحيدة؟ ابند دي الطريقة الوحيدة؟ متأكد؟ اللي حاضرة في دماغي، لكن مش متذكر إن في حاجة ممكن تعمل اللي إحنا عملناه ده. طيب طيب حاول تستخدم أبند، وريني هتعملها إزاي. هو عملها ولا أعرف. شيل اللي هو الشغل بتاع الاي اي عشان مش كمان راضي يتك عليها. انت لسه يا ابني ما صلحتش اللاب عندك. رحت لقيت المكان قفل، فشوف مركز تاني. طيب خير ماشي. عايز بقى اعمل له ديليت. ديليت. انت كده هتعمل append. استنى. طيب شوف، إذا أنت عايز تعمل إذا عايز تعمل آد لحاجة جوه النم، أنا أنصحك تعمل الكلام ده في لستة جديدة ماشي. لكن إن أنت تقعد تشيل وتحط جوه اللستة ده، يعني هتتعب قوي عشان توصل لنتيجة. اوكي. أعمل وبعدين انت محتاج تعمل برنتات، يعني طالما انت هتبتدي تجرب كده لازم يكون معاك برنتات، يعني لازم تحط برنت لكل خطوة تجربها او تعتقد انها ممكن تحل حاجة. اوكي طيب. طب لا يعني هو المفروض ان هو كده لحد هنا يقوم يزود الاندكس 0، يزوده ويعمل ويحطها على بعضها صح؟ المفروض لما التكران يعمل كده صح؟ على المفترض البرنت اعمل اللي هنا برنت. طيب اعمل برنت وشوف فين ما البرنت بقى. بيعملش حاجة. البرنت تحت ايه الايرور اللي ظهر لك؟ unexpected indent. اندنت يعني انت مش بتستخدم السبيسنج بطريقه كويسه. الاول يعني انا مش فاهم بصراحه ايه السطرين دول 7 و8 دول، مش فاهمهم. 7 و8 دي المصفوفة اللي المفروض أعوض بيها يعني. طيب جميل، بس هما ليه داخلين مسافة كده؟ لو داخلين مسافة كده انهم معنى ذلك، معنى ده ان ده يتبعوا الديفينيشن او تعريف الميثود، لازم يكونوا من اول السطر. ما خدتش بالي. ثانية. أيوه هو ده اللي بيعملوه. ما بيكتبش حاجة خالص. دي المشكلة اللي مواجهاني من ساعتها. طيب سواء في نص الكود أو في آخر الكود. انت فاهم الكود. في كل الأكواد كده مش ده بس يعني. برضو لما حاولت يعني برضو الكود اللي تحت، أنا عايز أعمل برنت، أنا عايز أشوف هو إذا كان صح ولا غلط. يقول لي حتى ايرور لكن ما بيقولش أي حاجة. طيب تعالى لي في السطر رقم 2 وحط لي print statement. أحط إيه؟
print statement، اي print statement، حط لي نص ما بين double quotation. ما عملش حاجة. طيب جميل، اعمل كنترول A وكنترول C تمام. واعمل ريفريش للشاشة. لا لا، ريفريش من هنا من فوق، هنا هنا. مش باين أصلاً. تمام. وحاول زي ما اتفقنا قبل كده ان احنا نغير الاسم ده يكون اسم ليه معنى. تمام. اوكي جميل، اعمل ران بقى جرب تاني. تاني. انت دي في مشكلة حاجة؟ في البرنامج يعني عندي، لا، ولا في اللاب عندي يعني، ولا ايه؟ في مشكلة، في مشكلة هنا. return nums. طيب اوكي، تعالى لي. طيب انا ولا كده عايز، لا المشكلة زي ما حضرتك قلت لي قبل كده، ان في الرامات يعني سحبة جامد، ولا ايه؟ بص، الاول انا عايزك تيجي لي في سطر رقم 9، اعمل لي print تمام. اكس. برنت اكس. وتعال الاول، تعالى لي هنا بعد السطر رقم 7 ده، اتك انتر، 2 انتر. اها جميل. انت متأكد؟ استنى حبيبي، انت متأكد هنا ده كده لازم يكون من اول السطر، لازم يكون على نفس حيزة ده. تمام، جاس، بس كده. تمام، اعمل رام بقى. يعني طيب انت لو شلنا بقى واحد، بتطبع حاجة، حط بقى لينس 3 اللي انت كنت حاططها قبل كده دي. طيب هو كده كده المفروض بقى يعمل زي ما قلنا له، ان هو يأبند نمز زيرو. طب وانت هو عمل ابند ولا لا؟ لا ما عملش. ليه؟ انت ناديت على اللينس 3 اصلا؟ تمام. لا لا، خد بالك انت بتكتب في المكان الغلط. عمل ايه هو؟ ايه نون دي؟ طيب اعمل print statement هنا بعد السطر ده كده، يعني اتك انتر هنا، وقبل الريتيرن اعمل لي print statement. نص برضو يعني ولا؟ اي حاجة، اي نص، ماشي.
هي ايه نان يعني، دي مشكلة فيه ولا هو ده اللي احنا طلبناه منه؟ مش يعني ايه اللي هو كده؟ النان دي يعني ولا حاجة، رجع ولا حاجة. طيب بص هقول لك، ساعات هو ما يقبلش ان انت تعمل ريتيرن للنام بالمنظر ده كده. لازم تعمل الابند الاول في سطر لوحده، اوكي، وبعد كده تعمل يعني ترجع النام. اخلي نمس زيرو ايكوال المتغير واحط المتغير ده في الابند ولا ايه؟ لا هقول لك، شيل الريتيرن هنا كده ورجع دي الاول السطر، وبعد كده السطر اللي بعديه اعمل ريتيرن نم لا اول السطر خالص ولا خليها تحت الاف؟ تحت الاف، تحت البري، في سوى، في سوى البرينت. ايوه تمام اعمل هنا جميل، ريتيرن. ريتيرن نمس. جميل، ران بقى. كده طب تمام. دي كانت مشكلة ايه بقى؟ مش فاهم. ما هو لا، ما انا قلت لك اهو، هو ما بيقبلش، ان انت ترجع دي. ما هو دي، ما دي، انت السطر ده بيعمل ايه؟ بيضيف، ليه وظيفة؟ يضيف النام زيرو في اخر النامز. بس لما انت قلت له رجع لي العملية دي، العملية دي اصلا ما بترجع، يعني انت لو حطيتها في وسط برينت مش هتطبع حاجة، هتطبع نان. بص، حط دي كده في وسط برينت ستيتمنت، وشوف اللي هتطلع لك ايه، النتيجة هتطلع لك ايه. يعني تعالى هنا كده وحط برينت. ايوه تمام، زي ما انت بتعمل كده. نعم. شفت النن؟ يبقى العملية دي في حد ذاتها ما تقدرش ترجع لك حاجة، دي عملية بتضيف على النمز، بس هي مش هترجع لك حاجة. اوكي؟ دي بتروح للمكان اللي فيه النمز تزود عليه حاجة، لكن لو قلت لها اعملي برينت او خزني اللي انت بتعمليه في متغير، مش هتعمل كده. هي ما بتعملش ده. هي بتروح تغير في المكان الأساسي اللي متخزن فيه النمز في الذاكرة. فبعد ما انت تعمل التعديل في النمز تقدر ترجع النمز. لو عملت برينت للنمز مفيش مشكله، ماشي. لكن تعمل ريتيرن او برينت للنمز ابند، لا. دي انا مشكله شخصيا وقعت فيها قبل كده، وقعدت يعني وقت كبير جدا عشان اكتشف ان اي ابند ما بيرجعش حاجه اصلا. الابند دي عمليه بتتم على الليست او اري من غير ما ترجع لك حاجه. عايز ترجع، رجع الاري نفسها، بس مش العمليه. انت ما ينفعش ترجع عمليه الاضافه للليست، انت ترجع الليسته نفسها اللي حصل عليها التعديل. فهمت حاجه ولا برضو؟ لا تمام وصلت. ماشي. عايزين بقى نزود ميثود تحذف ال ماشي، زود. تحذف ال index zero. كان اسمها delete ولا كان اسمها لحظة واحدة. ايه الفرق ما بين ان احنا نمسح وان احنا نعمل حاجة اسمها بوب؟ البوب كان ممكن نضيف له الحتة اللي احنا عايزين نمسح منها. معقولة؟ متأكد؟ طب جرب اعمل بوب كده وجرب. هي في ديليت ولا في حاجة تانية غير الديليت؟ هو فيه في حاجة اسمها ريموف مش ديليت، ريموف. وهي مش بوب، هي بوب.
تمام. يعني لو عايزين بقى نعمل كده نشيل بقى دي ونكتب كده. نبقى كده حققنا اللي هو عايزه. انت بس كده في بقى ميثود، في ميثود على طول تعمل الحركة دي؟ لا، هي مفيش ميثود على طول تعمل الحركة دي، لكن في طريقة مختلفة، في طريقة مختلفة، بس أنا مش متذكر إذا كنت اديتك الطريقة دي أو لا. لكن بص، طيب خليني أقول لك الأول، عايزك تيجي اعمل ديفينيشن لميثود تانية تحت هنا كده، وسميها روتيت ليفت 3. دي ايه؟ جميل، هو الراجل مكملها لك اهو، وخليها تاخد نمص. ماشي، دي لحظة واحدة يا باشمهندس، معلش طيب ثانية. اتفضل. صحيح. وعليكم السلام، اعمل شير يا حبيبي. أنا فاهم، ما كنتش فاهم اللاب ده ماله. لا ده بطارية، ما فيهاش حاجة دي. لا ما هي برضه البطارية تقريبا ماشي، خلصت. بص، البطارية الطبيعي إنها بعد 3 4 سنين خلاص مش هتشتغل بعمرها بكفاءتها، خاصة إن أنت ما بتخليهاش تعمل شحن وتفريغ باستمرار. طول ما أنت موصل الباور فهي طبيعي بعد فترة هتبوظ، وحتى لو استخدمت عملت لها شحن وتفريغ برضه هي ليها يعني يا عم ليها عمر. اوكي. طيب طيب كنا هنعمل بص، انت هتعمل ايه دلوقتي؟ انت هتيجي هنا تروح، بسم الله الرحمن الرحيم، تعالى هنا كده اعمل برينت، واعمل لي النم، وحط لي هنا واحد العلامة دي كده، واقفل تحت الديفينيشن. تحت ديف.
وحط مسافة عشان ده يبقى جزء من الدف، هيبقى جزء من الميثود. بس كده من غير ثلاثة. ايوه تمام. نديلي بقى على نديلي على دي جوه print statement هنا. اعملها في اكس. بس اكيد لازم تنادي اكس. اعمل ران بقى، هيديك ايرور، صلح الايرور. في لاين 10 تمام. طيب لو عملوا كتاب 4 كتب لك دي صح كده. طيب تمام، السطر ده عبارة عن ايه؟ ممكن تخمن؟ هو عكس مكان الاندكس 0 والاندكس 2 وحذف الاندكس 1. طيب هقول لك، استنى عشان احنا كده ايه غيرنا. بص انت رجعت له 3 هو 4 حذف 2. الاندكس 1 صح؟ ما هو يشتغل هو عليهم ما ولا؟ حذفش. بص بقى انت، انا عايزك تنادي نادي نزل السطر ده كده هنا تحت. انت بتعرفش تعمل كوبي، او مش اللابتوب مش سامح لك تعمل كوبي؟ انا عامل كوبي اصلا لكله، فبدل ما همسحهم يعني. طيب ماشي خلاص اوكي. اعمل هنا قبل السطر ده كده هاش. اوكي خلاص خلاص هو ماشي اتحسب. تمام. ماشي خلاص اوكي. اعمل ران بقى. طيب بص بقى، جميل جميل جدا. هو مش انت المفروض اول برنت يعملها تبقى عباد؟ لا انت ناديت عليه الاول على روتيت نادت ليفت الاول، فراح رايح منفذ السطر اللي هنا اللي هو ايه. انت قلت له هات لي اللي هي الليست اللي اسمها نامز دي، اللي هي فيها 2 3 4. روح لي من اول اندكس واحد لحد نهايه الليست وهاتها لي واطبعها لي. ده هنا زيرو، ده واحد، ده اتنين. تعالى لي من اندكس واحد لحد اخر الليست واطبع لي. هنقفل ونفتح تاني. تمام.